بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومشاهدي برنامج مع الناس في حلقة جديدة من حلقات البرنامج. أنا بعتذر عن الحلقة اللي فاتت، كنا مسافرين. يمكن ده البداية اللي هنتكلم عليها النهاردة. مجموعة من بعض الدول العربية، من مصر، من اليمن، من السعودية، من المغرب، من تونس، من العراق، من ليبيا، كانوا في مؤتمر على أرض مصر في محافظة أسوان، ثم انتقلوا لمحافظة الأقصر. بيتكلموا عن إيه بقى؟ ده مؤتمر سفراء الشباب والمرأة العربي الدولي، أو مؤتمر سفراء الشباب والمرأة الدولي. المجموعة دي اللي كانت موجودة كانت ممثلة لكل الدول العربية أو معظم الدول العربية. كان بيتكلموا في هدف واحد، ودرسوا بعض الصور. ده الأستاذ عدنان من العراق، والاخت من تونس، مجموعه من الاخوات. ده محمود زميلنا المصري. استنى على الصور شويه يا احمد، دي واحده بس. فبيتكلموا المؤتمر ده على وحده الاوطان العربيه، ان احنا بنتحد نقدر نتكلم في سلم، نقدر نتكلم في اي حاجه في الدنيا، يبقى عندنا سوق عربيه مشتركه، يبقى عندنا رجعنا تاني لروح القوميه العربيه، ان كل الاوطان العربيه في كل البلدان لازم تتحد. كان كل هدف المؤتمر نقل الصورة الحقيقية عن مصر لكل الإعلاميين في الدول دي، عشان إذا كان متاح ليهم ينقلوها للدول الخارجية أن مصر هنا بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم. والرسالة وصلت لكل الإعلاميين، وصلت لكل العالم من خلال المؤتمر ده، وصلت أن شعب مصر كله خلف جيش مصر، خلف قيادته العسكرية، خلف كل واحد بيدافع عن تراب وأرض البلد دي. في البداية أنا كنت عضو في المؤتمر، كنت موجود في المؤتمر، من الإعلاميين المصريين اللي مثلوا مصر في المؤتمر عشان ننقل الصورة دي. يمكن اختاروا مجموعة من الإعلاميين اللي هي بتمثل الشارع المصري أو بتنقل صوت الشارع المصري، بتنقله زي ما هو كده. في مشكلة بنقول عندنا مشكلة، في هنقف مع بلدنا عشان بلدنا بتحارب الإرهاب، بنقول الحقيقة كما هي زي ما وعدنا كل الناس، إن احنا حتى لا بنمثل في كلامنا ولا حتى بنحاول نتكلم باللغة العربية، مع إننا احنا قادرين، بس بنتكلم بصوت الشارع، صوت الشارع المصري في كل محافظات مصر. بنتكلم على صوت الناس في القاهرة، في الجيزة، في القليوبية، في الشرقية، في الإسكندرية، في كل محافظات مصر. كان لازم نروح لصعيد مصر، آخر حدود مصر. رحنا أسوان ورحنا الأقصر. في أسوان حضر معانا مجموعة كبيرة من أهل أسوان، ومجموعة من التنفيذيين والشعبيين، حتى الدول الوفود. وفي الأقصر نفس الكلام، في الأقصر نفس الكلام، حتى الوفود العربية المشاركة، وعلى رأسها الوفد العراقي. كان فيه ممثلين للحكومة العراقية موجودين، كان فيه ممثلين من مجلس محل مدينة بغداد، الست جسومة كانت موجودة، كان مجموعة كبيرة من الناس من الدول العربية كلها لها هدف واحد. وفي النهاية كرموا بعض الشخصيات، كرموها مش عشان هم كويسين أو عشان هم عشان أشخاص بعينهم، لا، عشان هم بينقلوا صوت الناس. لو الصور جاهزة بقى يا أحمد ننزلها. بينقلوا صوت الناس بجد، بينقلوا الصوت الحقيقي. دي مجموعة، ده عدنان من اليمن، والأخت من العراق، والأخت اللي جنبيها من العراق، والأخت اللي جنبيها من تونس، وأنا من مصر، ومحمود ده محمود المصري، مصري طبعا. كل كان فيه روح من التآلف والحب فعلا ما شفناهاش في أي مؤتمر تاني. كل واحد جاي ينقل صورة بلده، كل واحد بينقل نبض الشارع، نبض الناس. الناس بتحب ايه؟ ده داخل معبد الكرنك، كان نفسنا السياحه تبقى تتنشط اكتر من كده. كان في سياح هناك كتير جدا، لازم ندعم السياحه في اماكن كتيره جدا. في الاقصر واسوان محتاجه وزير السياحه ووزير الاثار يتحرك بسرعه، عندنا ثروه. ده الحمد لله، ده التكريم من العراق، من مجلس محافظه بغداد في العراق، بيكرموني عشان يعني ان انا بنقل صوت الناس، وان شاء الله هفضل انقل صوت الناس. وده برضو من وفد تاني، بس برضو العراق. كل الناس اللي هناك كانت سعيده، سعيده بجد.
سعيده ان هي حاسه ان هي بتعمل حاجه لبلدها، زي ما احنا كنا سعداء كمان. ده التكريم بقى في نهايه المؤتمر، والدكتوره امل كحل دي كانت رئيسه المؤتمر، والدكتور علاء الشافعي الامين العام للمؤتمر، والست جسومه دي رئيسه الوفد العراقي اللي كان موجود في مصر، ده عضو مجلس محافظه بغداد. حتى لما اتكلمنا هناك عن المجلس المحلي هناك او مجلس المحافظه له حق يقيل المحافظ يشيله، بدأوا يطوروا في القوانين الداخليه ان المجالس الشعبيه المحليه تقدر تقيل التنفيذي خلاص. ومجلس النواب ده متفرغ لحاجه واحده بس، التشريع والرقابه، يحاسب الحكومه، يراقب على اداء الحكومه الوزراء، انما من اول المحافظين لحد رؤساء الوحدات المحليه لحد المديرين العموم وكلاء الوزاره، ده اختصاص المجالس المحليه في العراق. طبعا انا بشكر كل الموجودين، ده اهم صوره. كلكم عارفين ان انا محب الآل البيت، رحت لسيدي ابو الحجاج الاقصري، الراجل ده الخادم بتاع المسجد بتاع المقام، اول ما شافني وعرف ان انا وائل عبد الوارث اللي بتكلم عن الناس الغلابه وبتاع الناس الغلابه، الراجل يحضن فيا ويبص فيا كانه لقى الايه يا عيني، بقى مبسوط وعاوز يلففني الاقصر باللي فيها. كان معانا هناك الشيخ محمد حراجي في اسوان كمان، ده برضه من الاولياء ووالده ولي، وقابلنا في اهل الاقصر احمد الارمنطي الهلالي برضه، مجموعه كبيره قابلونا هناك. بس الراجل ده بجد لو شفته حتى بيحضن الواحد ازاي بحب، اه ده انا عاوز مصلحه من حاجه ولا محتاج حاجه، والله ما قال لنا حتى عاوزين ايه، كان كل همه في الدنيا انه يساعدنا ويبقى مبسوط ومبسوط بوجودنا. وكان معاه ساعتها ريهام عبد الله معده في قناه مصر الثقافيه، قناه ثقافيه في التلفزيون المصري، والاعداد بتاعنا في البرنامج، وكان معانا الاستاذه شيماء، وكان معانا مدام زينب. مدام زينب دي كانت يعني الفاكهه بتاعت المؤتمر كلها، كلنا بنقول لها هناك يا ماما، يعني كل الناس كان كل دي جايه تقول ان احنا ورا جيش مصر. الست دي كان شيء جميل شيء مفرح ان كل الناس دي راحه بحب، كل الناس دي راحه تعمل حاجه لبلدها. اقسم بالله احنا رحنا وفي ناس لسه راجعه في الطريق دلوقتي، يمكن هنكلمهم دلوقتي وهم راجعين في الطريق. في ناس رحنا اول ما رحنا بالاتوبيس، قعدنا 14 ساعه سفر او طبعا كتير، قعدنا فتره كبيره. طبعا عارفين كل معظمنا تعب، وقلنا اصرينا ان احنا نكمل عشان مصر. وصلنا اسوان وعملنا الجلسه الافتتاحيه في اسوان، وبدانا نتحرك من اسوان. طيب معانا بقى المعده الجميله، انا مش عارف اقول عليها معده اعلاميه شاعره مطربه، مش عارف اقول ايه بالظبط، بس اللي اقدر اقوله ان من اعز الناس لقلوبنا جميعا حتى هي كانت فاكهه الحفل الختامي في المؤتمر، هي اللي قدمتنا كلنا بشكل جميل وعبرت عن مصر بشيء لم اكن اتخيله. الشاعره المعده الاعلاميه المطربه ريهام عبد الله. ريهام ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، كانت رحله جميله بوجودك والله. ده احنا الحمد لله احنا في اخر يوم هربنا وروحنا ننام بقى احنا، انت لسه وريتني شكلك كده. هو الريتم بتاع حضرتك سريع خلانا ايه يعني رهام. بس استمتعنا جدا يعني الحمد لله. ريهام رغم التعب اللي احنا كنا فيه، انت طبعا. ايه رايك في المؤتمر؟ والله يعني هو حاجه جميله ان انت تجمع الدول العربيه كلها في حاجه، حتى لو ما اجتمعناش على المستوى السياسي احنا بنجتمع ثقافيا اكتر من السياسي، يعني يا ريت الثقافه هي اللي يعني تبقى هي الهدف بتاعنا الاساسي، لكن هي بتجمع الناس اكتر من السياسه. بس فكانت حاجه جميله يعني. انا عاوز احساسك انت وانت واقفه اعلاميه مصريه بتقدمي الحفله الختاميه للمهرجان او للمؤتمر، جنبك مقدم برامج او اعلامي يمني، كان احساسك ايه؟ كان احساسي ان انا يعني كنت مبسوطه جدا لانها كان تجربه حلوه بالنسبه لي، وكنت لما بشغل انا بايدي العلم السلام الجمهوري بتاعنا وبيقفوا يعني بحس ان انا يعني بعمل حاجه لمصر، فحتى الشعر اللي انا قلته لمصر يعني وجيش مصر،
لا انت هتقولي تاني دلوقتي يعني. انا كنت هخليك تغني بس انت قبل الهوا قلت لي بلاش. لا ما بلاش، عشان انا اصلا طول الرحله انا كان عندي برد، وبالرغم كده كنت بتطلب مني اغني واغني ويعجبكم معرفش ازاي. لا يا ريهام انت جميله بجد، كنت ممثله تمثيل مشرف للتلفزيون المصري، ربنا كنت بجد يخليك. تستحقي اكتر من لقب معده، تستحقي مليون مره تبقي مذيعه في التلفزيون المصري، وده انا ليا الشرف اشتغل معاكي انا كمان. ربنا ريهام يخليك. عاوزك تسمعي كل مشاهدينا بقى حاجه لمصر او اللي يعجبك. وانا عامله اوبريت اللي انا شاركت بيه في المؤتمر، انا شاركت بحاجات كتير، بس الاوبريت ده انا نفسي ان هو حد يلحنه وتغنيه، يغنيه كل مطربين مصر، اسمه اوبريت، اوبريت ادي الجمل وادي الجمال. يلا يا ريهام. بيقول ادي الجمل وادي الجمال، وقصص كتبها شجعها رجال، لا همهم شهرة ولا مال، وصبرهم ده يبني جبال. يا طيبة يا أرض البطولات، مر التاريخ أهو عدى وفات، كل العدا على أرضك مات، وحقيقة والله ما هي خيال. أحمص أحمص هزم فيك الهكسوس، وبنى وعمر وادى دروس، إزاي بقى على الصعب ندوس، نبقى الهموم هجدع شيال. أدي الجمل وادي الجمال، أدي الرجولة ولا بلاش، حتى المغول أجدعهم باش، عاش الرجال على أرضك عاش، فيهم عزيمة تعيش لجيال. كتب التاريخ ورسم صورة، دون كتير في الموسوعة، آدي بلادنا المعمورة، محروسة دايما منصورة. هتفوا وقالوا الله أكبر، بيها هنهتف ونعبر عن فرحنا وإحنا بنعبر، سهل علينا ما كانش محال. إحنا عبرنا وعدينا، وبعدها تاني بدينا، وكتبنا حلمنا بإيدينا وبخط مين؟ أجدعها رجال. شهد التاريخ على فدائيين في سنين طوال وسنين جايين، منهم شهيد وكتير عايشين، يفدوكي من غير أي سؤال. أدي الجمل وأدي الجمال، وشهيد بطل علم أجيال، إزاي نعيش دايما أبطال، لا نخاف لا موت ولا حتى هوال. أدي الجمل وأدي الجمال، وجيش وشعب غلب ياما، أفكار تفرق هدامة، دايما سوا في كل الأحوال. أبطال كتير وفي كل مجال، والكل شغال في مكانه، ولا حس مرة براحة البال غير لو شافوكي فرحانة. قدامنا خطة، قدامنا خطة بنمشيها، ولا حد يقدر يمحيها، دايما نعمر كده فيها، نبني ونزرع خضرة ميال، غنولها فوق السقالة، وإيدينا دايما شغالة، تبني وتعلي بمهارة، دي بلدنا مليانة شطارة. كل الصعاب هنعديها طول ما ايدينا في ايديها، ونخاف عليها نخليها اقوى واقوى باذن الله. ادي الجمل وادي الجمال، وكتبت ليكي 100 موال، ويا ما قالوا قلبك مال، والفن فيكي تاريخ وامال. محروسه والله محروسه، في كل فرح انت عروسه، وفوق جبينك 100 بوسه، يا مصر يا ام وجدعها رجال. ادي الجمل وادي الجمال. جميله يا ريهام جميله، انا عاوز اسقف لك على الهوا بجد، كنت حاجه مشرفه وممثله تمثيل مشرف للاعلاميين المصريين. يمكن عدد الاعلاميين المصريين اللي كانوا موجودين في المؤتمر مش كتير، وكان ليا الشرف اكون معاكي بجد. انا رجعت من هناك سعيد بمجموعه من الناس او من الاعلاميين المصريين الموجودين اللي كانوا ممثلين مصر تمثيل مشرف امام معظم الدول العربيه. ريهام متشكرين جدا، ويا ريت يا ريت ان شاء الله نتقابل في اكتر من مؤتمر تاني ندعم فيه مصر وجيش مصر، وتكوني موجودة برضو معانا ان شاء الله يا ريهام. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضلي يا ريهام. ريهام تعبنا امبارح بعد ما خلصنا المؤتمر انا وهي، ورجعنا في القطر بقى خلاص يعني، خلصنا المؤتمر الساعة 12 ركبنا القطر جينا هنا النهاردة الظهر، وصلنا الظهر النهاردة يعني، المفروض النهاردة كلنا نايمين، كل الناس نايمة، في مجموعة كانت لسه جاية في الطريق قبل ما ادخل على الهوا كانوا وصلوا حلوان، نشوفهم بقى كمان دول بيعملوا ايه لحد دلوقتي لسه جايين في الطريق. يمكن احنا قلنا خلاص مش هنركب اتوبيس، مش هنقدر نرجع في الاتوبيس تاني من التعب والالم اللي كنا فيه والارهاق. احنا فعلا بقالنا من يوم الاربع لحد ما جينا النهارده، نمت في القطر بس لحد ما جينا ما كناش لسه نمنا خالص. كل ده عشان مصر وحب في مصر وفي تراب مصر، اصرينا كلنا اللي احنا نوصل صوت مصر لكل العالم. كان كل القنوات بتنقل، كل القنوات العربية، كل معظم القنوات الأجنبية، كانت كل الناس عمالة تنقل
ايه اللي بيحصل في مصر، وفعلا نقلنا الصورة الحقيقية، نقلنا ان احنا كلنا كمصريين جيش في صورة شعب. كل المصريين هتدافع عن تراب الارض دي، كل المصريين خلف الجيش المصري، كل المصريين هتحارب على حبة رمل يحاول اي حد ياخدها. احنا بنحب السلم، بنحب السلام، بنحب كل حاجة، الا اللي يجي يعتدي على ارضنا. وخدنا عبر من العراق، من اليمن، كل الدول عماله تتكلم معانا، كل الاعلاميين اللي موجودين اتكلموا وقالوا، قالوا ان احنا فهمنا ان في مخطط على الدول العربيه. الدوله الوحيده اللي ايقنت وعرفت بدري هي مصر، عشان كده جيش مصر اتحرك، صقور مصر اتحركم، رجاله مصر زي ما قالت رهام اتحركم ووقفوا من الاعداء سواء في الداخل او الخارج. يا ريت يا احمد تجيب لنا حد من الاتوبيس، يعني بجد كان ملحمة حب في مصر، ملحمة حب في تراب مصر. معانا صاحب الصورة الجميلة الأستاذ محمود المصري اللي كان لسه معايا في الصورة دلوقتي. أستاذ محمود، أستاذ محمود. أيوه أيوه أنا زيزي. مدام زيزي إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. إزيك يا أستاذ وائل؟ لسه بنتكلم بنقول حضرتك كنت فاكهة المؤتمر، وقلت دي أمنا كلنا في المؤتمر. الست يا اهلا وسهلا اللي كنا من خلالها بنقول هي دي الشعب أيوة المصري طبعاً. هي دي اصاله الشعب المصري طبعا. ايه رايك في احسن من الشعب المصري؟ ايه رايك اللي بيقود اي شيء من غير ما يكون راهب اي حاجه؟ إيه رأيك؟ ابدا. ايه رايك في المؤتمر؟ طبعا جميل جدا، وكنا يعني بروح مرحة رايحين، وقعدنا احنا واخدين 13 ساعة بالباص. انت لسه في الطريق لحد دلوقتي؟ كل ده عشان نأيد رئيسنا وجيش مصر. وجيش مصر حبيبنا، الله ينصره يا رب. مدام زينب، مين اللي جنبك معاك في مين اللي معاك في الاتوبيس دلوقتي؟ والله معايا مدام زينب برضو. الخنساء. خنساء من لبنان جاية مخصوص عشان تأيد. اديني مدام زينب رئيسنا السيسي، اخليها برضو تقول كلمه لحضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. الو، السفيره زينب الخنساء. اهلا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا مش سمعتك منيح، يا ريت تعلي الصوت من عندك. ازاي حضرتك؟ حضرتي منيحه. ايه رايك في المؤتمر؟ عفوا، ايه رأي حضرتك في المؤتمر؟ رأيي بالمؤتمر انه مؤتمر كتير ناجح وداعم للوحدة العربية، وبينشد ببطولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن كمان جايين مساندة من كل الدول. انا من لبنان جاي، وفي من معنا من تونس ومن المغرب ومن اليمن ومن فلسطين من سوريا، من كل البلدان جايين نأيد البطل، نسجل موقف معه انه نحن مأيدينه. مدام زينب حضرتك شرفتي مصر، يا ريت اي حد جنبك من اخواننا العرب او المصريين تدوا له التليفون. من العراق. مين معايا؟ يلا. ايوه يا فندم. مين معايا؟ السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ مين معايا؟ وياك ابو اكرم من العراق. ازيك يا ابو اكرم؟ الله يخليك الله يسلمك. ايه رايك؟ معلش انا سمعتكم كنت تعبت خلاص بقى، وكان عندي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على وصولك بالسلامة إلى بلدك. الله يخليك. ايه رايك في المؤتمر؟ حقيقة المؤتمر كان مؤتمر ناجح، جمع ثلة من الأخيار من بعض البلدان العربية كتونس، المغرب، لبنان، العراق، وحقيقة هي ثمرتنا الأخيرة أنه التعارف فيما بيننا، وهذه النتيجة النهائية اللي هي تفرح كل إنسان يشترك بمؤتمرات فيها من الجمع الخير من كافة الطوائف والبلدان. وهذا ما حقيقة لمسناه، يعني من محبة من القائمين على المؤتمر الدكتورة الأخت الفاضلة أمل كحلة. نعم. والدكتورة علاء الشافعي. نعم. والدكتورة علاء الشافعي.
اكيد امينه عام المؤتمر ست علاء لها دور مميز و دكتوره علاء دي يعني ناشطه ونتمنى لها التوفيق والنجاح دائما. الدكتوره علاء حد بيشتغل من غير صوت، الامين العام بتاع المؤتمر بيبقى منظم كل حاجه من غير ما يتكلم في اي حاجه. نعم حاجه كانت مشرفه فعلا. الله يسلمك حقيقه. نحن انا ايضا اريد اسجل موقف يعني نيابه عن شعب العراق ونيابه عن نفسي، انه للرئيس عبد الفتاح السيسي. حقيقه نحن متيقنين وصادقين بما نقول بانه هذا الرجل فيه الصفات العربيه او فيه الصفات القائد العربي، ونتامل منه انه هو يجمع كل الشعوب العربيه لما فيه خير البلاد والعباد، ونحن داعمين لفتره رئاسيه ثانيه وثالثه لما لمسناه وشاهدناه منه لحبه لشعبه وللشعوب العربيه. فنحن نتمنى له التوفيق ولشعبكم البطل الشعب المصري الكبير، هذا الشعب ذو التاريخ العريق. فيعني الكلمات عاجزه ان تعبر عن ما اريد ان اوصف به مصر واهل مصر. ده احنا اللي بنشكركم انك شرفتم ونورتوا مصر، وخصوصا الست جسومه اللي هي عضو مجلس محلي محافظه بغداد في العراق. الله يسلمك. وبنشكر حضرتك على تكريم الاعلاميين كمان هنا، ومن ضمنهم انا، ده انتوا كلكم كرمتونا كمان هنا، وجودكم هنا على ارض مصر شرف لكل المصريين. مصر هي بلادنا، مصر هي العراق حقيقة، هذا شعور يعني صادق وشعور نحن نحس به. نحن انا هسه عندما اتواجد على ارض مصر كاني في بلدي، لم احس بالغربه، لم احس باي شيء انه هو بعيد عن اهلي وعن بلدي، لانه انتم ناس طيبين، ناس فيكم كل الصفات والاخلاق الحميده والكرم. شكرا لكم، شكرا على القائمين على المؤتمر، وشكرا لكل اللي شاركوا معنا في هذا المؤتمر. الان معاك الاخ عدي من اليمن، ايضا له كلمه حبيبي عدي في هذا الصدد، فتحياتنا وسلامنا لكم ولك اخ واعد. ربنا يخليك ابو اكرم. يا عدي. الو السلام عليكم. ازيك يا عدي؟ الحمد لله. اولا انا على الهوا بقول انا بحبك يا عدي، او كمان اهو حبيبي يا استاذ وائل. لسه كنت بتكلم مع ريهام قبل ما نكلمكم، فقلت لها شعورك ايه وانت وعدي بتقدموا مؤتمر لكل الشعوب العربيه، مؤتمر بيتكلم عن كل الشعوب العربيه، بيتكلم حاضر فيه معظم الاعلاميين العرب، ومعده مصريه او اعلاميه مصريه واعلام يمني، هما الاثنين طالعين سوا بيقدمونا كلنا. عدي انت كان شعورك ايه وانت بتقدم مؤتمر بيدعو للسلام وبيدعو الى الوحدة العربية داخل الوطن العربي؟ اولا شعوري كشعور مواطن عربي اصيل يحب الوطن العربي باكمله. ثاني شيء يعني تقديمي للمؤتمر كان كوني ليس يمني فقط، بل مصري انا اقدمه باسم اليمن وباسم مصر، جسد في روح وروحين في جسد واحد، والوطن العربية ارواح في جسد واحد. احيي اولا الاخوة الاعضاء الذين شاركونا في المؤتمر من تونس ومن العراق ومن المغرب ومن كل البلدان العربية، وأحيي تحياتي أولا للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العظيم لمصر العظيمة وأمنا مصر. وثاني شيء أحيي الدكتورة رئيسة المؤتمر أمل كحلة الذي جمعتنا في هذا المؤتمر العظيم. عدي من جنبك ممكن تدي التليفون لمحمود المصري عشان ما يتعبكوش انتم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، مين معايا؟ وائل. ايوه. حبيبك وصديقك الغالي محمود المصري. محمود المصري حبيبي. يا محمود
والله سؤال يعني انا مفتقدك في الاتوبيس وهبعت هنا وركبت القطر عشان تلحق الحلقه بتاعت حضرتك. عشان الحق اقول للناس العرب أيوة اللي شرفونا قبل ما يمشوا من على ارض مصر نقول لهم متشكرين بجد. افتح المايك وسمعهم. انا مشيت امبارح شخص مشرف لاي حد يا الله يخليك يا محمود. انا مشيت امبارح رغم التعب اللي احنا فيه ده خلاص خلصنا المؤتمر عشان نلحق. انا والله انا اصلا مش عايز اسيبك تمشي وانت في الحاله التعب اللي انت كنت فيها، بس انت فعلا يعني راجل بتجد على البرنامج اكتر من اي حد عشان نلحق. انت وجهه مشرفه يعني عشان نلحق نقول للاخوه العرب اللي موجودين معانا احنا متشكرين باسم كل المصريين بجد. انا بشكر حضرتك بجد. انا بشكر حضرتك. انا المخرج مصطفى المخرج مصطفى محمود فين؟ معايا بس تتكلم بس حضرتك دكتور عمل كحله الاول. اكلم الدكتور وخليه يكلمك. ماشي. الو السلام عليكم ورحمه الله. دكتوره امل اهلا وسهلا حضرتك. بجد انا قلت في المؤتمر في كلمتي ان حضرتك سيده مصريه قدرتي تجمعي معظم الشعوب العربية عشان نبقى كلنا ايد واحدة تبقى وحدة الوطن العربي. انت اول المشاركين فيها بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. ايه شعورك بعد النجاح الباهر للمؤتمر ده؟ والله انا يعني الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. مبسوطة جدا ان انا قدرت اجمع الشعوب العربية دي، وهم اصلا جايين علشان اول حاجه يدعموا السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، بيدعموه معانا لان احنا من اول المدعمين ليه. احنا بنقول له يا ريس كتر خيرك، متشكرين على كل اللي بتعمله معانا، وشكرا على ان انت مخلي بلدنا بلد جميله وبلد امن، والناس فعلا جم وشافوا وكانوا واخدين فكره غير كده، فجم وشافوا الامن والامان وشافوا اسوان وشافوا جمال بلدنا وشافوا النهر النيل والمتاحف والمعابد وشافوا الاقصر والكرنك والحاجات المبهره وشافوا الجزر اللي في النيل في اسوان والجزيرة النباتات. يعني ما شاء الله حاجه مصر جميله. عشان كده يا دكتوره عشان كده رغم التعب اللي كنت فيه امبارح انا وفريق الاعداد اصريت ارجع امبارح بالليل عشان النهارده نبقى في البرنامج، وقبل ما الاخوه العرب يسافروا، ممكن عرفت ان الوفد العراقي جزء منه سافر، قبل ما الاخوه العرب يسافروا كنا لازم نقول لهم شكرا على الهوا، كنا لازم نقول لهم احنا متشكرين بجد. انا بقول شكرا للوفد العراق على قائمته الست جسومه الزرجاوي، وشكرا لتونس، شكرا للبنان، المغرب، شكرا لليمن، شكرا لكل البلاد العربيه اللي حضرتك، والمغرب كمان يا فندم، والمغرب، وشكرا لكله. وحضرتك لازم السعوديه والسعوديه طبعا بصفتك رئيسه المؤتمر لازم نوجه الشكر للدكتوره آلاء الشافعي الامين العام للمؤتمر اللي بتشتغل من غير صوت، بتشتغل وبس عشان الحاجه تنجح، لازم نوجه لها الشكر من خلال حضرتك. دي العقل المدبر للمؤتمر. طبعا حاجه مشرفه بجد الدكتوره آلاء الشافعي، الايد الخفيه اللي بتكملني في المؤتمر الدكتوره آلاء الشافعي. الدكتوره آلاء الشافعي طبعا لو موجوده مع حضرتك نكلمها. لا هي في الحقيقة مش موجودة، هي سبقت بعربيتها. طيب ممكن نكلم المخرج مصطفى محمود؟ اتفضل معاك. اتفضل. يلا مساء الخير. مساء النور المبدع والمخرج مصطفى محمود. وائل بيه اللي منور الدنيا كلها. حبيبي انت اللي منور الدنيا كلها، وكنت سند لنا كلنا في اي جزء بنحاول نشتغل فيه اعلاميا مع الضيوف العرب. انا مبدئيا اول حاجه مفتقده جدا يعني، تمام، كان نفسي تبقى معانا، بس يلا انت بعتها بقى وركبت القطر. انا ركبت القطر عشان الحق اقول للناس شكرا. انت دايما منور الشاشه دايما، وربنا يوفقك ان شاء الله، وانا بتمنى لك كل خير، وانت من الناس اللي هم محترمين جدا. فين عبد الحليم؟ ايه فين عبد الحليم؟ عبد الحليم معايا طبعا. عبد الحليم قاعد جنبك طبعا. صديقي ما بيفارقنيش. طيب خلاص ادينا بقى عبد الحليم نقول له كمان امتعتنا بصوتك. عيني حاضر تحت امرك. الو انا عرفتك بعبد الحليم، انت قول للمشاهدين انت مين بقى.
حبيبي انت على الهوا؟ على الهوا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. انا عرفت المشاهدين بيك بعبد الحليم بصوتك الجميل العذب اللي انت اديتني كل الوطن العربي. حليم حافظ طبعا ده فنان وقامه كبيره جدا 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 يعني. لا انت منور والله. على فكره انا لسه النهارده في اغنيه جديده لعبد الحليم، مش جديده يعني، اول مره اسمعها. لو تسمع منها حته كده. لا نسمع. هي الاغنيه ماشيه على النهج بتاع قولوا له الحقيقه. ماشي. يعني سمعتها النهارده بتقول روحوا له روحوا له روحوا له روحوا له المدينه، روحوا له وشاهدوا باركوا في اجمل مدينه، محمد نبينا نبينا نبينا، روحوا له المدينه، محمد نبينا محمد نبينا. جميله. انا طبعا ما حفظتهاش لسه يعني، بس هي يعني بتغني على سيدنا محمد يعني عليه الصلاه والسلام. المشاهدين عاوزين يعرفوا اسمك. انا قلت عبد الحليم. انا محمد محي عامر. قول لهم محمد عامر على طول. محمد عامر على طول. انا متشكر جدا على المداخله الحلوه دي. لو في حد عندك لسه في الاتوبيس. احمد النبراوي. ماشي استاذ احمد. الو. ايوه استاذ احمد. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه يا بابا؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ احمد. تحياتي ليك ولكل ضيوفك وكل مشاهدينك في كل مكان في الوطن العربي وفي مصر، ودايما كده في تقدم من احسن لاحسن. مين اللي جنبك من الاخوه العرب يا احمد؟ بتقول يا حبيبي؟ مين اللي جنبك من الاخوه العرب؟ معايا طبعا الكثير من الاخوه العرب، معانا اليمن، معانا لبنان، معانا المغرب، معانا تونس. اديني علي. معانا ها؟ علي. بتقول يا حبيبي؟ اديني علي. موجود اقول لك معايا. اديني علي. انت طبعا سؤال، احنا كان المصاب بالصفار العرب شباب المره العربيه، كان من هو النهارده اتى باستثماره، كان الهدف الاساسي منه النهارده وحدتنا في قوتنا او وحدتنا ضد الاوطان. الهدف الاساسي النهارده ان احنا نقول ان الشعوب العربيه تعمل على قلب رجل واحد، العوده بعيدا عن الانظمه. كان الهدف الاساسي النهارده من التعارف والتقارب، التعايش. التعايش وطبعا التعايش التعايش ان شاء الله التقارب والتعايش العربي بينا وبين بعض. كنا في اكثر من ساعات في عرض البحر، وكنا متواجدين على قلب رجل واحد، وكانت العلاقات على قلب رجل واحد. ولكن يبقى الشعوب هي طبعا اساس النمو والارتقاء في كل دول العالم. ولكن انا هسيبك مع احد الشخصيات المحترمه من المجتمع اليمني، الزميل علي مجاهد الاعلامي، وهو من احد الشباب الاعلاميين المحترمين، والشاعر ومطرب واعلامي، حاجه يمنيه كده سوبر. معاك على اهو علي. السلام عليكم. ازيك يا علي؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ وائل؟ وحشني صوتك النهارده يا علي. الله يكرمك يا حبيبي، وانت اكثر وحشتنا والله. الباص الاتوبيس مظلم من غيرك يا حبيبي. ربنا يخليك. انا سبقت يا علي عشان كنت لازم اوصل على الهوا واعرف المصريين ان قبل ما توصلوا القاهره، قبل ما تسافروا، ان في مجموعه جايه من الدول العربيه جايه بتقول احنا واحد، احنا بنحب مصر زي ما بنحب اليمن، زي ما بنحب العراق، زي ما بنحب تونس، زي ما بنحب السعوديه، زي ما بنحب لبنان، زي ما بنحب المغرب. فعلا كنت وجهه مشرفه للعرب يا علي، وخصوصا صوتك الجميل في القران، وصوتك الجميل في حتى في الغناء. الله يكرمكم والله. شكرا شكرا كثيرا لمصر وشعب مصر، شكرا للمنظمين لهذا المؤتمر الجميل الذي وحد القلوب والافكار وجمع الرؤى وتقاربت وجهات النظر، وخرجنا بحلم وبرؤيه وبمحبه وتآخي وسلام، ويعني وحده القلوب وحده الشعوب نواه اولى لوحده عربيه كبيره، وجمع الراي ولم الشمل والشتات. وان شاء الله باذن الله الدول العربيه باذن الله الى خير، ما دام انه الشعوب نفسها متقاربه ومتحابة ومتآخية، وكلنا يد واحدة وكلنا مع بعض يعني في المحن وفي المآسي. وهذا يعني هو اللي أثبتته الأزمات اللي مرت فيها الشعوب العربية، والتآلف والتآخي اللي حصل يعني ما بين الشعوب بينها البين. وأقول له عدي برضه إن شاء الله يرجع اليمن السعيد.
ان شاء الله باذن الله اليمن سعيد بابنائه وسعيد بوقوف الدول العربيه الى جانبه وكذلك بقيه الدول العربيه في ازماتها ان شاء الله باذن الله كلنا الى خير ويعني كل الحب لمصر لام الدنيا وللمصريين على رحابه صدورهم وعلى يعني كرمهم و يعني كلام ما اقدر يعني اوفيهم بحقه ولكن كل الشكر لهم. شكرا يا علي وشكر لكل اللي عندك وقول لهم بجد متشكرين احنا بنحبكم كلكم شكرا. يعني ده جزء من المؤتمر جزء من بعض الناس المشاركين في المؤتمر من الاعلاميين العرب فربنا ان شاء الله ثمار المؤتمر تؤخذ ويكون في نشاط للسياحه في صوت المصريين وصل لكل الدول العربيه الصوره اللي كانت مغلوطه عن مصر وصلت بحقيقتها دي الناس اللي بتحب البلد دي الناس اللي عاوز تعمل حاجه للبلد بيشتغل من غير ما يتكلم كنت لازم ارجع بدري ما نمشي لحد دلوقتي وارجع في القطر قبليهم احنا خلصنا المؤتمر امبارح عشان نلحق نقول لهم شرفتوا مصر شرفتوا مصر بجد. تعالوا بقى نروح لمواضيعنا في الحلقه. انا اتكلمت قبل كده عن عمال سيراميكا لابوتيه وكلمنا الراجل بتاع مكتب العمل وكلمنا النائب وقال في صاحب الشركه دي قفل التليفون في وش نائبه من النواب رغم ان هي قالت له ان هي عضو مجلس نواب مصري وكان معاها اتنين نواب تانيين وما سالش والتليفونات قفلت وجبنا صور الناس الراجل اللي متكسر العامل الغلبان بتاع حفنا اللي متكسر محمد شاري باين وقاعد في المستشفى محبوس بتهم في القانون هي تهم خلاص وفي ناس تانية بقى اتقبض عليها تاني وفي 56 عامل اتفصلوا يا ترى في ناس بقى هتشتغل للبلد دي في ناس احنا تعبنا بقالنا من يوم الاربعاء اقسم بالله ما نمت الا في القطر وانا جاي النهارده امبارح بالليل ركبت القطر ما نمت كل ده عشان مصر الناس اللي عماله تهد في شباب مصر وتعمل في شباب مصر انتوا مستنيين ايه انتوا عاوزين توصلوا الشباب لايه ده الراجل شوف جبناه قبل كده جبناه كده زورته اهي اخرتها ايه وفي الاخر يتحبس ده يتحبس ده محبوس على فكره واشتغل 20 واحد ولا 30 واحد تاني غيره الله اعلم عدد كام و 56 واحد اتفصلوا اتفصلوا هيقعدوا من غير اكل عيش ده في رايي لابد من تدخل وزير القوى العامله بنفسه رئيس الوزراء بنفسه يتدخل بقى يشوف لو المستثمر معاه حق يا سيدي ماشي انما قطع العيش 56 واحد وعمال غلابه مهددين بالسجن وفي ناس منهم مسجونه ده اسمه ايه؟ لا ده مش عدل كده مفهومه في الشارع تحت في الشارع وسط الناس ان كل واحد معاه فلوس عافي بيتعافى على الناس الغلابه هي دي الحقيقه اوعى حد يقول لكم ده الشارع واقف مع المستثمر ده الناس بتقول هم اللي غلطانين لا 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 خالص صدقوني والله ابدا الناس كلها بتقول دلوقتي بسبب مصنع سيراميكا لابوتيه في العاشر من رمضان ان كل واحد معاه فلوس هو العافي والغلابه دي تموت وتتحبس وتطرد من شغلها ده اللي بيحصل كل الناس بتقول كده دي الصوره الحقيقيه اللي في الشارع وانا ما اقدرش غير ان اقول انقل صوت الشارع انا نقلته ده مش رايي او اذا كان رايي انا في الاعلام ما اتعودتش اقول رايي ايه خالص انا قلت رايي لابد من تدخل رئيس الحكومه المصريه فورا لابد من تدخل محافظ الشرقيه فورا لابد من تدخل وزير القوى العامله وخصوصا ان وزير القوى العامله ومحافظ الشرقيه الاثنين شرقوا الاثنين مش شرقيه والولاد دول من كل مراكز الشرقيه من كل مراكز الشرقيه ما يبقى 56 واحد يتفصلوا و20 واحد يتسجنوا ولا كام واحد يتسجنوا لا وعلى فكره حتى العمال اللي اشتغلوا شغالوا المصنع مرتبهم ما قبضوش لحد دلوقتي انتوا متخيلين مرتب شهر واحد هو احنا كام دلوقتي في الشهر يا احنا كام الشهر 25/2 يعني الناس دي بقى لها شهرين كده ودول عمال غلابه
بيجيبوا منين؟ بيعالجوا عيالهم منين؟ بيدفعوا الكهرباء منين؟ بيدفعوا المية منين؟ بيصرفوا منين؟ بياكلوا منين؟ بياكلوا ولادهم ايه؟ بيودوا ولادهم المدارس ولا لا؟ محدش هيسال فيهم ولا كل حاجه لازم نقول الحقنا يا ريس. الحق الغلابه يا ريس. معانا الاستاذ مدحت والشريعه. استاذ مدحت. السلام عليكم يا استاذ وائل. ازيك يا استاذ مدحت؟ اتفضل. الله يخليك يا باشا. الله يخليك. والنبي يا استاذ وائل. اتفضل. كنت كلمتك على موضوع الارض بتاعتي، قطعه الارض بتاعتي. مالها؟ مالها يا باشا؟ متوهرنا يا باشا، فلوس ضاعت، وكلمت الاستاذ فوزي ابو خضره والدنيا متبهدله. مش فاهم حاجه. يا باشا انا اشتريت قطعه ارض من هيئه الاصلاح الزراعي. هيئه الاصلاح الزراعي. يا باشا وضحكين علينا، مدينا الورق، وكل ما اروح عشان اللي تجي عشان تسلمنا تقول لي ورقك في المديريه، روح المديريه اقول لك روح. يعني انت اشتريت من هيئه الاصلاح الزراعي؟ فين اللي مقره؟ في الشرقيه ولا فين ولا في ال... يا باشا في عزبه المنشاه تبع الاصلاح الزراعي. لا انت اشتريت هيئه الاصلاح الزراعي دي فين؟ في القاهره؟ في مصر، في القاهره يا باشا. عملوا لك عقد؟ عملوا لي يا باشا، مدين ورق معاه يا باشا بتسليم دفع 80,000 جنيه وتهت يا باشا. انا كنت هاجي لك مش هتقف يا باشا. وتايه يا باشا استاذ وائل، احنا تايهين. طيب بعد الحلقه نتواصل مع حضرتك ونشوف لها حل. عمال سيراميكا لابوتيه. تاني عمال سيراميكا لابوتيه. الحقوا الغلابه، الحقوا الناس دي، الناس دي بتموت، الناس دي لا بتاكل ولا بتشرب، الناس دي في ناس اتسجنت، ناس في المستشفيات، كل ده حتى لو غلطانين. في حاجه اسمها الرحمه. احنا قلنا قبل كده ان ربنا اسمه العدل واسمه الرحيم. ما ينفعش نيجي على الفقير قوي كده. دول فقراء، دول غلابه، دول مشتاقين ياكلوا. ربنا يقويك يا ريس بجد. مش عارف هتحارب في سينا ولا هتحارب في الحزن اللي جوه البلد، ولا هتحارب فين ولا فين ولا فين. يا ريت الحكومه المصريه تتحرك، يا ريت مجلس النواب يتحرك. والنبي النواب اللي اتقفل في وشهم التليفون عملوا ايه؟ كان في استجواب او طلب احاطه داخل مجلس النواب. ايه اللي حصل فيه؟ عاوزين افاده فورا. محافظ الشرقيه هيتحرك ولا هو مش شايف الموضوع، ولا مش واصل له، ولا مش سامعه؟ الله هو اعلم. بس انا متاكد منه انه اكيد واصل له، لان احنا تواصلنا مع اداره العلاقات العامه في المحافظه، وتواصلت مع القوى العامله. يا ريت مسؤول كبير بجد ينزل يحل المشكله دي. ما قلناش تعالى على المستثمر، بس ما تجيش على الغلابه قوي. ما قلتش انا كده. خلي الكفه متوازنه كده. خليكم مع الضعيف شويه. الضعيف ده فاتح بيت وبياكل ناس وعايش، عاوز يعيش هو ومراته وعياله. لو عنده طفل مريض هيعالجه منين؟ وقلنا مليون مره مش عاوزين نضحك على بعض. لو راح اي مستشفى حكومي مفيش علاج خالص. واللي مش عاجبه كلامي، المستشفيات مفتوحه، انزلوا شوفوها. وعلى فكره عندنا تقارير مصوره، وواحد عنده فيروس سي مديله برشامتين، ما بنسال الممرضه بتقول هو بياخد علاج اليوم واحد بس، هو التامين كده. ويطلع بقى بعد اليوم ده يموت ولا يعمل ايه؟ الله اعلم. فالحقوا عمال سيراميكا لابوتيه. تاني الحقوا عمال سيراميكا لابوتيه. يا ريت النواب الشرقيه كلهم، كلكم على فكره في كل مراكزكم في عمال من دول، اطلعوا اسالوا عن الناس الغلابه، والا ما تروح لهمش ايام الانتخابات. واوعى تتكلوا على القايمه، ما اظنش انها هتحصل في مصر. تعالوا بقى نروح لموضوع تاني. قبل ما نتكلم على رزق احمد عبد العاطي، كان معانا تقرير صغير كده عن تكافل وكرامه، كنت المفروض اعرضه على الحلقه اللي فاتت. لو التقرير جاهز يا احمد ممكن نعرضه؟ طب نعرضه. وبعدين رجع تاني يقول ايه بقى؟ نفسي اشوفها تنزل العشوائيات. يا حبيبي هي سياده الوزيره ما نزلتش؟ امال شاطره ازاي؟ وبتقول في الاخر انا مش هتكلم على الناس اللي دخلت تكافل وكرامه وهم غير مستحقين. لا لازم تتكلم يا فندم، لازم تتكلم يا فندم عن الناس اللي خلت البطايق غير مستحقين. لان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما قال نعمل ده قال الغلابه، ما قالش اللي مش محتاج ياخد. الناس اللي محتاجه مش محتاجه خدت،
والغلابة ما خدوش. لا يا سيادة النائب، يا سيادة النائب، حضرتك ونواب مصر داخل البرلمان المصري مسؤولين عن كل حاجة بتحصل للمواطن المصري. انت اللي وافقته على الحكومة دي، وحضرتك دلوقتي قلت وزيرة شاطرة، وبعدين رجعت تاني قلت نفسي اشوفك في الشارع في الاماكن العشوائية. ده وزيرة التضامن الاجتماعي، يعني شغلتها الناس الغلابة، يعني اكيد نزلت، يعني لو ما نزلتش يبقى مش شاطرة مع ست الوزيرة ست النائب، يبقى مش شاطرة. ما بتتكلم على ناس ما استحقوش وخدهم يبقى مش شاطرة يا ست النائب. سيادة النائب، يعني كل نوابنا، كل نواب مصر، الحكومة دي انت اللي جايبها، انت اللي وافقت عليها، اما تكون انت ممثل للشعب المصري داخل البرلمان المصري وانت من بيدك الرقابة على هذه الحكومة، يبقى انت تطلع وتقول للوزير ده انت غلطان في كذا، انت يا فندم تسحب منه الصفر او تطلب الامر، تقدر تعمل كده، دي صلاحياتك. اوعى تقول لي هي دي الامكانيات المتاحة، لا، احنا عاوزين ناس عندها فكر. سيادة الوزيرة فعلا من الوزراء اللي الكل بيشهد لهم بالكفاءة، انما سيادة النائب كلامك داخل، كلمتك داخل البرلمان المصري متناقضة، وطبعا لا يؤاخذ العضو على ما يقول تحت قبة البرلمان المصري او تحت قبة اي برلمان في العالم. لا اعتراض، اللهم لا اعتراض، بجد اللهم لا اعتراض. يا كل نواب مصر ربنا يعينكم على الامانة. الناس الغلابة، الناس الغلابة، الناس الغلابة. المخرج بيقول لي دقيقتين ونخلص. قبل ما نتكلم في الدقيقتين، يعني خلاص، دي الرساله لكل نواب مصر، كن واضح وصريح. استاذ محمد الحسيني من الناس المحترمه، من النواب المحترمين، عاوزين كل النواب تقول حق المواطن الغلبان فين، مش كده يا حاجه؟ طبعا انت بقول مش كده يا حاجه، كل الحجاج اللي زي امي بتضحك، ماشي اضحكوا، بس المهم تكون الرساله بتوصل لكم صح بجد. لازم انا كلامي ليكم انتم، لابويا وجدي وعمي، لكل كبارنا، لكل الناس اللي كل همها في الدنيا ان مصر تبقى قد الدنيا. تعالوا بقى نروح للطفل المسكين الشهيد رزق احمد عبعاطي. انا مش عاوز اقرا اللي خاله كاتبه، هو الحمد لله الطفل ده اللي قتلوه الحكومه المصريه قبرت عليهم، وبني هلال في اتفه ساعده رجال الشرطه لحد ما جابوا الجناه، بس لسه القضيه فيها كتير. القضيه مش هاخدها كقضيه جنائيه، انا هاخدها قضيه مجتمعيه. لما طفل يبقى عنده 14 سنه انا مش هعرض صورته، مش هقدر. رزق احمد عبعاطي عبد العاطي دي 14 سنه عايش في الحاجر في إدفو في أسوان، في مركز إدفو أسوان، عنده 14 سنة في تانية إعدادي أزهر. بيصحى الفجر لحد الساعة 10 الصبح عشان يلحق المدرسة، بيركب توك توك المكشوف اللي بيسموه تروسيكل عشان يروح ب 10 جنيه يساعد أبوه وأمه، لأنه هو عنده أربع إخوات بنات. يقوم الظلمة يقولوا هنديك فلوس تروح مكان يقربوا المياه، يوصلهم مكان يعني، واغرب المال، هو طفل راح يوصلهم يقتلوه ويضربوه. حاول يدافع بس القطرة زي ما خاله كاتب بتغلب الشجاعة. القطرة على طفل مكانه المدرسة. سامعين يا نوابنا ولا مش سامعين؟ اسمعوا بقى، الطفل ده مكانه المدرسة مش مكانه توك توك ولا تروسيك. عشان يروح المدرسة الظهر في الطريق بين إدفو والحاجر قتلوه. ربنا نزع من قلوبهم الرحمة وما اكتفوش بكده، كمان بحط الجثه بتاعته جنب الترعه شرق نقطه مرور إدفو، وخدوا التوك توك ومشوا عشان يشتروا بيه تذكره هيروين، ولا عشان
يشربوا بقى زفت مخدرات يقتلوا طفل كل ذنبه في الدنيا ان هو طلع راجل. بس بجد الطفل رزق ده بعد كل اللي سمعت عنه من كل اهل اسوان عاش راجل ومات راجل، لا مات شهيد، وان شاء الله مش هنسيب حقه وربنا هيقتص له من القتلة الظلمة الفجرة، وان شاء الله دنيا واخرة حقك يا رزق راجح.